إسنلر أحد أحياء الجانب الأوروبي من إسطنبول، ومن المناطق المكتظة بالسكان. تتجاور إسنلر مع مناطق غازي عثمان باشا وغونغرين وبغجلر. تاريخياً وفي عصر الدولة العثمانية كانت تلك المنطقة تقع خارج أسوار المدينة، وكان يوجد بها قريتا ليتروس وأفاس، والتي كان يسكنهما مزارعون يونانيون. أثناء التبادل السكاني عام 1923 بين اليونان وتركيا، تم ترحيل هؤلاء القرويين اليونانيين إلى اليونان، ثم استقر فيها الأتراك الذين تم ترحيلهم قادمين من مقدونيا في نفس المكان. كانت إسنلر جزءاً من منطقة باكركوي حتى عام 1992، ثم جزءاً من منطقة غونغرين بين عامي 1992 و1994. انتهى المطاف بأعداد كبيرة من الأشخاص الذين هاجروا إلى إسطنبول في الستينات والتسعينات إلى السكنى بمناطق مماثلة مثل إسنلر. يبلغ عدد سكان إسنلر أكثر من نصف مليون نسمة. يوجد في إسنلر محطة الحافلات الضخمة الخاصة بالجانب الأوروبي لإسطنبول، ومنها تنطلق الحافلات للتوصيل بين جميع المدن التركية. منطقة إسنلر منطقة هادئة جميلة، وهي من أكثر المناطق كثافة سكانية في تركيا، كما أنها تبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتر مربع، وتقع وسط إسطنبول الأوروبية. دعونا نتحدث أكثر عن مميزات ومعالم المنطقة. توجد داخل منطقة إسنلر في إسطنبول شارع الأطفال، من المناطق الترفيهية داخل المنطقة، ويعد بمثابة أفضل الأماكن التي يأتي إليها الأطفال وعائلاتهم للعب والحركة بحرية أكثر. أكاديمية الأمهات، وتعتبر من الأشياء المهمة والمشجعة للأمهات، حيث أنها تابعة لبلدية المنطقة، وتقدم هذه الأكاديمية الدعم العلمي في كيفية التربية والرعاية السليمة للأطفال. حديقة العلوم، تعتبر بمثابة إنجاز علمي لكل ما يخص مادة العلوم، وتقدم هذه الحديقة معلومات مجسمة للطلاب تعرفهم على المعلومات اللازمة. صالة الأفراح التابعة للبلدية لتوفير أماكن الاحتفال بالأفراح لسكان المنطقة، وتجهز هذه الصالة للمناسبات الخاصة بإقامة الأفراح، مع العلم أن هذه الصالة تابعة للبلدية. محطة الحافلات تجعل منها مركزاً تجارياً كبير، لأنها تضم موقف حافلات لجميع مناطق إسطنبول. أهم الخدمات التي تقدمها منطقة إسنلر لسكانها: تقوم الحكومة في تركيا بخطة قومية لتطوير المجمعات السكنية داخل منطقة إسنلر. تم توقيع اتفاقية ما بين الحكومة ورئيس بلدية المنطقة على إضافة أراضي للمنفعة العامة، وذلك من أجل بناء أكبر حديقة تبلغ مساحتها حوالي 9 مليون كيلومتر مربع. مجموعة كاملة من الخدمات، أهمها حديقة بها حيوانات ونباتات، كما أنها تضم مكتبة ثقافية تحتوي على الكتب الرقمية الكلاسيكية وغيرها، وأيضاً سوف تضم أماكن للرياضة وأماكن أخرى لسير الدراجات. ستضم الحديقة أيضاً أكبر قصراً لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة داخلها، كما تعد هذه المنطقة مزاراً للسياح للتمتع بأجمل معالمها والتعرف عليها بشكل أوضح. فهذه المنطقة أفضل خيار لكل من يرغب برحلة قصيرة وممتعة. لبرنامج هلا إسطنبول.